الرحلة الرابعة. ضليت ببغداد فترة من الزمان، مرتاح البال، عم إلعب بالمصاري ونسيت كل شي صار معي بسفراتي السابقة، وحنيت للسفر مرة تانية وأنا طمعان حصل مصاري أكتر. ما ترددت ورحت اشتريت كتير بضاعة وسافرت من بغداد للبصرة، محل ما استأجرت أنا وجماعة من التجار قارب شراعي كبير سافر فينا أيام وليالي. كان الهوى منيح والأمور تمام، ضلينا نبيع ونشتري ونتاجر بكل مكان رحنا له، لحتى هبت علينا عاصفة قوية كسرت القارب وشلخت شراعه، غرقت بضاعتنا وغرقوا كتير مسافرين، وضليت مع جماعة صغيرة من التجار عم نسبح نص نهار، ولقينا لوح خشب وقعدنا عليه. ضل لوح الخشب عم يمشي بالمي لحتى هديت العاصفة وتحسن الهوى يوم وليلة. زتنا الموج على شط جزيرة وكنا ميتين من تعبنا. نمنا يوم كامل، ولما فقنا تاني يوم تمشينا على الجزيرة ولقيناها معباية فواكه ومي نظيفة، أكلنا وشربنا وكملنا مشي على الجزيرة. شفنا قصر عالي ورحنا له مشي، ولما وصلنا طلع لنا كم واحد همج كانوا بالزلط وحفاية، ولما شافونا اعتقلونا وأخدونا للملك تبعهن. أمرنا الملك نقعد وطاوعناه، بعدها جابولنا أكل ورفقاتي أكلوا، بس أنا ما أكلت منه شي من حسن حظي، لأنه لاحظت إنه رفقاتي جنوا وخربت عقولهن بسبب الأكل. أحزنت وشفقت عليهم. كانت عادة الغيلان هيك مع أي شخص بيصادفوه على هالجزيرة، بيقدموا أكل عجيب، ولما الناس بيشوفوا هالأكل بينشرهوا وبينزهلوا وبياكلوا منه كل يوم لحتى يسمنوا، والغيلان بياكلوهن. ارتعبت كتير لما عرفت الحقيقة، وبطلت آكل أي شي بيعطوني إياه، وصرت آكل عشب. خسيت كتير والغيلان بطلوا يهتموا فيني. كل يوم كان في غول ياخد واحد من رفقاتي ويرعى فيه مثل ما بترعى الغنم. وبيوم من الأيام صحت لي فرصة وهربت من الراعي، وضليت أركض لحتى صارت الدنيا ليل. نمت شوي بعدين صحيت لأنه الخوف جواتي صابني بالأرق. صرت أمشي، ضليت ماشي 7 أيام وأنا عم باكل جوز الهند يلي كان أكلي وشربي. كنت أمشي بالنهار ونام بالليل. لما وصلت لشط البحر شفت جماعة عم يضبوا بضاعتهم، ولما شافوني سلموا علي وسألوني من وين إجيت. خبرتهم القصة مع الغيلان وهنوني بالسلامة وعطوني أكل بشهي، أكلت حتى شبعت. ولما راحوا على الملك تبعهن أخدوني معهن. خبرت الملك بقصتي وتعجب منها، أكرمني الملك وآواني عنده. تاني يوم طلعت أمشي بالمدينة يلي كانت كبيرة معباية أسواق. الشي الغريب كان إني شفت أهل هالمدينة بيركبوا الخيل بلا سرج وبلا لجام، الكبير والصغير فيهن. رحت للملك وسألته ليش ما عندهن سرج والجام، وقال لي انت بتحكي لي عن شي بحياتي ما شفته ولا سمعت عنه. طلب مني الملك اعمل له سرج والجام. جبت كم عامل ذكي ورسمت لكل واحد شو بيناسب مهنته لحتى صار السرج جاهز. رصعت السرج بالذهب وقلت لعامل تاني يعمل الجام. ولما كل شي جهز رحت للملك ومعي سرج والجام، وشرحت له شو الفايدة من ورا كل واحد منهن. جابوا للملك فرسه وحط السرج والجام وركب الفرس وانبسط كتير. شكرني الملك على هديتي وعطاني مكافأة.
بعدها طلب الوزراء والشيوخ أعملهن نفس الشيء، ونفذت طلبهن.